اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم النهارده حلقتنا وساعه صبحيه. اولى فقراتنا الحواريه هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وهو يعني بطل من ابطال المنظومه الزراعيه. بنتكلم عن المهندس الزراعي، ليه دور مهم جدا وقوي، وايضا ليه يعني الكثير من الحقوق اللي محتاجين النهارده نتكلم عنها. كتير جدا يمكن من حتى لما بنيجي فتره التنسيق بتاعت الثانويه العامه ويجوا الطلبه يختاروا كليه الزراعه، بيبقى عنده طموحات كبيره جدا داخل الكليه وعايز يخرج طبعا يطبقها على ارض الواقع، وبيحلم النهارده بانه يبقى مهندس زراعي. ليه شان وليه طبعا دور مهم جدا في هذه المنظومه وهذا القطاع اللي كلنا عارفين انها عصب الحياه بالنسبه لكتير جدا. يمكن حتى يمكن على المستوى القريب جدا اعرف طلبه زعلوا جدا ان ما جالهمش كليه زراعه عشان بيحققوا فيها هذا الحلم من خلال انه يبقى مهندس زراعي. النهارده عايزين نعرف دور هذا المهندس، وكتير جدا من التفاصيل عن نقابه طبعا النقابه، وطبعا نقابه المهنه الزراعيه ليها ايضا كمان وظيفه مهمه جدا حابين النهارده نعرف ونتعرف عليها اكتر مع ضيوفي الاعزاء المشرفيني ومنورني في الاستوديو. خليني في البدايه ارحب بالمهندس الزراعي اشرف الطناني، عضو نقابه المهنه الزراعيه. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك يا فندم. كمان برحب بالمهندس الزراعي استاذ احمد حسن، عضو نقابه المهن الزراعيه. اهلا بك. اهلا بك يا فندم، منورني ومشرفيني طبعا. اهلا وسهلا بك. لما بنتكلم بدايه كده عن دور المهندس الزراعي وطبعا ليه يعني مهام قويه جدا، خلينا كده نعرفها للساده المشاهدين في البدايه. طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس الزراعي وخصوصا السنه دي والسنه اللي فاتت عرفنا ان كليات زراعه الحمد لله اصبحت دلوقتي من كليات القمه حقيقي، وفعلا دلوقتي ليها دور فعال ومهم جدا جدا جدا. المهندس الزراعي يعتبر الاداه ويعني رجل المرحله، رجل المرحله القادمه هو المهندس الزراعي، بس لابد ان هو يهيئ له أو المنظومة تبقى مهيئة لي على أساس إن هو ينتج ويبقى من المنتجين للدولة في هذه المرحلة. المهندس الزراعي عندنا ليه دور كبير جدا 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 وفي جميع المجالات. فعلا المهندس الزراعي في بعض الناس واخدين فكرة عنه إن هو بيزرع ويقلع وراجل بتاع محاصيل وفاكهة، لا مش بس كده، ده المهندس الزراعي دلوقتي اصبح عالم من علماء العلماء الموجودين في العالم كله. فالمهندس الزراعي بيتدخل دلوقتي بيدرس تطوير الجينات والهندسه الوراثيه وانتاج احسن السلالات اللي موجوده في جميع الاصناف سواء نباتيه او حيوانيه. نعم. فالمهندس الزراعي لابد من فعلا وجود من يدعمه ومن يسنده في 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 تطوير نفسه وتطوير ذاته، على اساس ان هو فعلا من الناس اللي هو مستقبل الوطن، مستقبل مصر في الزراعه. كان زمان فعلا الزراعه مهمه جدا جدا جدا، جت فتره الزراعه طمست، ودلوقتي حاليا بفضل رئيسنا حبيبنا السيد عبد الفتاح السيسي، رئيسنا وحبيبنا، اصبح دلوقتي في اهتمام بالغ وقوي جدا 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 للزراعه والمهندس الزراعي. فعندنا استصلاح اللي نادى بيه السيد رئيس الجمهوريه، استصلاح 1.5 مليون فدان. فده فعلا مفروض بقى ان هو يخدم المهندس الزراعي نمرة واحد، يعني مفروض ان المهندس الزراعي يستفاد من هذه المنظومة. نعم. ويكون في ظهره نقابة تبقى سبورت دي وتساعده على التدريب وعلى التطوير وعلى الحاجات دي. جميل قوي. خلينا بنرجع كمان للباشمهندس اشرف، وبنتكلم عن ايضا نقابه المهن الزراعيه، ليها اكيد دور النهارده مهم جدا، وعايزين نعرف ايه اهم يعني الاهداف اللي بتسعى ليها هذه النقابه والدور اللي بتقوم بيه.
اولا دور نقابه المهنه الزراعيه دور مهم جدا 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 في حياه المهندس الزراعي. اولا لو في مشكله في اي مكان النقابه المفروض هي المساند او المحامي بتاعه في كل حاجه، هي اللي بتحافظ على حقوقه في جميع المجالات. غير كده النقابه المفروض عندنا اصول في النقابه، عندنا اراضي كتير المفروض تستغل ولم تستغل، عندنا مثلا 10 فدادين في الفيوم، عندنا أراضي في اسكندرية، عندنا أراضي في جميع المحافظات، المفروض النقابة تستفاد من الأراضي دي كلها. يعني الأراضي أنت عندك أراضي كتير، طب فيد المهندس الزراعي، استغل الأراضي ديت، اعمل عليها استثمارات بدل ما انت راكن الارض ديت. عندك 10 فدادين في الفيوم، عندك في المنيا، عندك الارض بتاعت اسكندريه ما استغلتهاش ليه؟ عندك حاجات كتير قوي في النقابه، عندك اصول كتير جدا في النقابه، عندك ممتلكات كتير. والنقابه لغايه دلوقتي بتعاني دلوقتي من قله المعاشات. انت عندك دلوقتي 49 شهر ما فيش معاش للمهندس الزراعي، فدلوقتي الناس حتى مكلفاني، حتى كلمتني ناس كتير وحتى بتكتب بتقول لي احنا بقالنا 49 شهر ليه النقابه ليه ما بتطورش نفسها؟ لابد من تطوير النقابه. خلينا كمان نقول، طب النقابة إلى جانب أنها بتدافع عن حقوق المهندسين الزراعيين، إيه الدور المنوط بيها في النهاردة أنها تباشر الرقابة على المهندسين، أو أن هي تبقى النهاردة ليها دور استرشادي للمهندسين؟ هو المفروض تكون الزراعة للمهندس الزراعي في كل حاجة، هي اللي بترشده وهي اللي بتعمل دورات تثقيفية، دورات تدريبية، ده المطلوب. لكن دلوقتي عندنا في نقابة الزراعيين ما فيش الكلام ده. المفروض النقابه يكون ايدها في ايد المهندس الزراعي في كل حاجه، في الناحيه التدريبيه، في الناحيه التثقيفيه، في الناحيه العلميه، في جميع النواحي، في الناحيه المعاشيه، في النواحي العمل لو عنده مشكله في العمل. يعني عندك مهندسين معلش الرواتب بتاعتهم ضعيفه جدا، ما تحاول تساعده، عندك عنده مشاكل كتير، انتوا فين من مشاكل الزراعيين؟ للاسف نقابه الزراعيين ما فيش الخبره او ما فيش الاداه ان هي تساعد مهندس زراعي، فده للاسف ده اللي مزعله الناس كلها. احنا عارفين ان الفتره الجايه هيكون في انتخابات، تمام، اتكلمني عن الانتخابات دي والنهارده هل ممكن تعمل طفره والنهارده ممكن تعمل تغيير مهم جدا، ودور كمان النهارده المهندسين والفلاحين ان هم يدخلوا في هذه الانتخابات ويبقى ليهم دور باختيار الساده المرشحين في هذه الانتخابات الخاصه بنقابه المهنه الزراعيه؟ هو ده مطلب جميع الزراعيين، جميع الفنيين المشتركين في النقابة والمهندسين الزراعيين المشتركين في نقابة المهن الزراعية، من حقهم عمل الانتخابات. الانتخابات ديت معلش بتفرز عن ناس جديدة هتعمل حاجة للنقابة، معلش مش بنقول المجلس دوت حلو ولا وحش، حلو لنفسه وحش، هو يعني المجلس ما عملش حاجة للناس، بس احنا عايزين انتخابات والناس يعني الانتخابات ديت هي يعتبر اللي هتدي روح لنقابة الزراعيين بعد كده، هتجيب ناس جديده تحاول تعمل حاجه للمهندس الزراعي، تعمل حاجه للفن الزراعي، تعمل حاجه اسمها نقابه الزراعيين. عايزين الانتخابات فعلا يعني يا ريت تتعمل زي ما احنا الموعدها الاساسي في شهر 11 اللي جاي. شهر 11 هتكون موعد الانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات. بس في حاجه بقى انا سمعتها يعني الناس برضو مكلفاني بيها، يعني الناس بتكلمني كتير قوي مهندسين زراعيين زعلانين منها، بيقول لك لا ده الانتخابات ممكن ما تتعملش زي التجديد النصفي. في تجديد نصفي، قرار رئيس الجمهوريه المستشار عادل منصور بتجديد نصف للمجلس النقابه وما اتعملش من سنتين، ده مخالف لقرار رئيس الجمهورية. ازاي قرار رئيس الجمهورية انتم مش ملتزمين بيه؟ لازم تلتزموا بالقرار، اي قرار رئيس جمهورية او قرار سيادي لازم تلتزموا بيه. انت ما عملتش تجديد نصف ليه؟ بتقول ده انا لسه هستشير المستشار القانوني. طب انت قعدت سنتين بتستشير المستشار القانوني، ولا في نية مبيتة اللي انت ما تعملش الانتخابات وفعلا ما عملش الانتخابات؟ خلينا نستبق الاحداث ونقول انه لسه ما جاش شهر 11 عشان نعرف هتم إقامة الانتخابات ولا لا، ولكن اكيد يبقى في امل مهم جدا ان احنا بالانتخابات دي. احنا بنقول للنقابة المهن الزراعيين جهزوا نفسكم دلوقتي على الانتخابات، جهزوا نفسكم وجهزوا كشوفكم على اساس تعلنوا على الانتخابات في شهر 11. فتح باب الترشح. فتح باب الترشح. مش مهندس احمد، خلينا نعرف الانتخابات وخصوصا لما النهارده يبقى في مرشحين، ايه الشروط وايه اهم النهارده يعني الاختيارات اللي انتم محتاجينها تبقى موجوده في هذه الانتخابات؟ تمام. انا بس عايز اضيف على اللي قاله الباشمهندس اشرف. انتخاباتنا، انتخابات النقابه سابقا ما كانتش فير فعلا، لان كان فيها مشاكل في اعداد في قوائم المنتخبين،
فيها فعلا مشاكل في قوام المنتخبين في الكشوفات. كان في مش عايز اقول بقى ومش عايز ارجع للماضي، بس الماضي مش هرجعه تاني، لان كان التزوير واضح، كان في تزوير واضح، كان في تزوير واضح، لان الفتره ديت الفتره دي اللي فاتت دي الانتخابات فعلا. فاحنا الناس اللي موجوده حاليا ناس محترمه وعلى دماغي من فوق، واصدقاء على فكره، وناس مش وحشين، بس هي احنا يوم ما بننقد حد ما بننقدوش لشخصه او لذاته، لا ده ناس قيمه وقامه، ناس محترمه، احنا بنتكلم على اداء. في بعض الناس في النقابة أدائهم غير، يعني أدائهم على قدهم، أداء ضعيف. لا، النقابة بتاعتنا دي نقابة كبيرة جدا جدا جدا، ولازم يكون الأداء على مستوى الكفاءات، لأن دلوقتي في انتخابات جاية، يعني مفروض أن احنا كل نقابة فرعية يكون في اتصال كوميونيكيشن أو اتصال مباشر ما بينها وما بين النقابة الرئيسية، عشان نعرف الدنيا فيها ايه. لان انا اللي انا حاسه لا، ده احنا عندنا النقيب العام محترم جدا، ونقيب الجيزه محترم جدا، ناس قيمه وقامه ما حدش بيتكلم فيهم، بس في اداء غير 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 جيد لبعض الناس، لبعض الموظفين، لبعض الاعضاء اللي هم بيبتدوا يرتبوا كشوفات الانتخابات. يعني الانتخابات اللي فاتت يا باشمهندس اشرف، كان الناس زمايلنا يروحوا ينتخبوا ما يلاقوش اسمائهم، ما يلاقوش الكشوفات، يلاقوها في مكان تاني، ودي تعتبر من السلبيات، وتعتبر من السلبيات ومن التزوير. ده تزوير، لان انا عارف مكاني الانتخابي فين، واجي اروح ما الاقيش، ده انا كنت نازل نقيب ما لقيتش اسمي في المكان اللي انا رايحه، اللي انا معايا السدهايه بتاعته، ان انا المكان بتاعي الانتخابي في المكان في مثلا في نادي الزراعيين، لا انا ولا اصدقاء كل الناس. ما اقول لك اصل معلش اصل حصل غلطه. طبعا خلينا نقول انه كل الانتخابات لازم بيبقى فيها رقابه، لانه بالزبط. النهارده لازم يبقى فيه للاسف في بعض الفرص انه يبقى فيها، يعني النهارده لازم ابقى النهارده رايحه انتخب ابقى عارف انا بنتخب مين بالزبط. وبحط الانتخابات لمين، ما اشتريش الصوت بتاعي او ما بيعش صوتي. خلينا نقول طيب انا النهارده خلينا نتكلم الاول عن حقوق المهندس. احنا اتكلمنا بدايه عن النهارده المهندس الزراعي ليه دور مهم جدا، جايين نتكلم عن حقوق. ايه حقوق، ايه اهم المستحقات اللي بتتكلموا عنها او اللي انتم بتقولوا ان المفروض يبقى المهندس تمام. الزراعي عنده تمام. أيوة. بالنسبه للنقابه ان ياخد المعاش بتاعه، ما يبقاش انا مشترك في النقابه بقى لي 30 سنه واجي ياخد المعاش بتاعي بقى لنا دلوقتي 49 شهر، حرام قوي. ليه يعني؟ اعضاء مجلس اداره مش عارف يستثمر اراضيك، مش عارف تستثمر النقابه، عندك اراضي فاضيه كتير زي ما احنا اتكلمنا وقلنا دلوقتي، عندك 10 فدادين في الفيوم، عندك في اراضي في المنيا، عندك اصول كتيره بالملايين للنقابه ما تستغلها. كل الاستغلال ده كله هيعود للنقابه، ما يعود للنقابه هيعود للمهندس الزراعي، هيعود للمعاشات. انت دلوقتي المعاشات 49 شهر ليه؟ ما تستغل الاصول دي كلها. هضيف بعد اذنك، هضيف حاجه برضو، مفروض النقابه دورها اول ما المهندس الزراعي يبتدي يقدم في النقابه، يتخرج ويبتدي يتقدم، تمسكه تتبناه فعلا تثقيفيا وتدريبيا وتعده للعمل. لكن عندنا النقابه يعني انا برضو يعني حاجه متوارثه عندهم، يعني مش ده الاداء اللي احنا بنتكلم عليه، ده في ضعف في الاداء. ليه؟ النقابه مش نقيب، لا، نقابة مجلس إدارة، ناس معاونة ليه كتير، فمفروض إن هي يتعمل لجان، واللجان دي تبقى منوطة بخدمة المهندس الزراعي من أول ما يتخرج. من أول ما يتخرج المهندس الزراعي مفروض إن يستقبلوه ويبتدوا إن هم يعدوا كادر منتج للدولة، لأن أصبح المهندس الزراعي ده مهم جدا جدا في مصر دلوقتي. لأن يعني بصراحة دي فرصة، وفرصة لا تعوض في وجود السيد الرئيس، وفعلا ان هو بينادي ان ازاي نستثمر الزراعه في مصر عشان ما نحتاجش حاجه. فنتمنى باذن الله من زملائنا في النقابات المختلفه ان هم يكون عندهم الحاسه ديت، حاسه ان انت ازاي كل مهندس زراعه جاي يقدم. ده في ناس هربانه من النقابه، في ناس بتقول انا والله يا باشمهندس، في ناس تقول لك انا اخذت ايه من النقابه. طب خلينا نقول النهارده يعني احنا محتاجين النهارده المهندس الزراعي يبقى يتم اعداده الاعداد الكامل لسوق العمل. تمام. يبقى النظري عنده تحول الى عملي، ويقدر ان هو يباشر بقى يعني مهامه
بشكل فيه خبرة علمية وعملية. تمام. طيب أنا عايز أعرف كمان النهاردة يعني بعد ما بيتخرج المفروض إن هو إيه المراحل اللي بيمر بيها المهندس الزراعي، وإيه القطاعات أو المجالات اللي بيشتغل فيها عشان نبقى برضو في صورة أو خلفية عند النهاردة المشاهد اللي بيشوفنا. اولا في مجالات كتير قوي، مجالات صناعيه ومجالات اقتصاديه ولا المهندس الزراعي المجال مفتوح له، حتى من اعمال خاصه لاعمال حكوميه. الاعمال الخاصه ده بتفتح لك مزارع ومزارع سمكيه، مزارع دواجن، مشاريع، في حاجات كتير جدا جدا في الزراعه ممكن المهندس الزراعي باقل القليل ممكن يستثمرها. عندك الاراضي الصحراويه، عندك حاجات كتير جدا المهندس الزراعي ممكن يعملها، ممكن تستثمرها وممكن تعود لك بعائد أحسن من أي وظيفة. أنا أعرف ناس مربيين نعام، في ناس مربيين عندهم مزارع بتاع الدواجن، مزارع أسماك، في مشاريع كتير جدا. سيادة الرئيس ربنا يبارك له بالنسبة لمليون ونص فدان، عامل المنظومة صراحة يعني بنشكره عليها، وإحنا في القناة إن المجهود الجبار اللي بيعمله. والمهندس الزراعي المفروض تتبناه نقابة الزراعيين من بعد التخرج، بتعمل له زي ما الدكتور احمد قال، استاذ المهندس احمد قال، تدريبه، نجيب المهندس الزراعي الصغير ندربه على التدريب وتثقيف، نعرفه ايه امكانياتك، ايه معاك مثلا، معاكش ماليات ممكن نوديه المزارع ممكن يشتغل فيها، يعني يعيش حياته. ما بيتمش ده داخل الكليه، يعني داخل الجامعه نفسها النهارده الطلبه ما بيتمش النهارده تم ارسالهم مثلا لبعض المزارع؟ لا دي موجوده، دي موجوده، دي ما فيهاش مشكله. ده الطالب اول في كليه الزراعه يبقى نوع من لا التأهيل. لا بيروح ياخد فكره عن الاراضي الصحراويه، عن المزارع، دي حاجات في الكليه. لكن بعد التخرج احنا بنقول النقابه المفروض تتبنى الناس دي، تاخد الناس دي تعمل لهم دورات، تشوف لهم مكان عمل يشتغل فيه. يعني مهندس الزراعي يشوف له مثلا في شركات كتير جدا بتبحث عن مهندسين زراعيين، وفي مهندسين زراعيين ما يعرفوش الاماكن. انت عارف ما انا بقول لك احنا عايزين نقابه، يعني انتوا عايزين يبقى في حلقه وصل ما هو بص ما بين الشركات والاماكن اللي بتبقى طالبه مهندسين زراعيين وبين النقابه. النقابه المفروض المرشح فيها يكون عنده فكر اقتصادي، يكون داخل النقابه عشان العمل النقابي فعلا، عدم الخدمي فعلا. انت بتتكلم كده على المرشحين بقى للانتخابات القادمه؟ المرشحين مش حكايه مرشحين، لا العضو او المرشح النقابه في الانتخابات القادمه. الانتخابات او مثلا الشروط الخاصه بالمرشح، ايه الشروط الخاصه بالمرشح عشان يقدر يبقى يقوم بمهام خدميه؟ النقابه محتاجه، النقابه دلوقتي واقعه 49 شهر معاش، في ناس كتير بدون خدمات، في ناس محتاجه النقابه وما بتلاقيش النقابه معاها. النقابه الزراعيين اسما فقط، وده اللي مزعل الواحد، والناس بتشتكي اما يكون معاشاتك اللي احنا اتكلمنا فيها. اولا هات الناس ديت واعمل المرشح عشان بس ما نخرجش من النقطه. احنا كنا بنتكلم دلوقتي في شروط الخاصه بالمرشح. تمام. عشان يدي اكتر ويبقى في عطاء، يكون عندك ايه اهم الشروط دي؟ اي واحد يكون عندك فكر، يكون فكر طبعا. تمام. يكون عندك ثقافه، يكون عندك فكر اقتصادي. لان النقابه محتاجه موارد، فهماني؟ فعشان ننمي الموارد لازم يكون واحد عنده فكر اقتصادي، لازم يعرف هنجيب موارد ازاي للنقابه. انت عندك اصول، عندك الاصول فاضيه، احنا ممكن نستثمرها، نجيب مستثمرين ونشاركهم، يبقى ليه خلفيه اقتصاديه. ايوه نجيب مستثمر ده، لو حتى ناخد 30% من المشروع بتاعه، 40% من المشروع بتاعه، يدينا العائد بتاعه، يبقى احنا مصلحه عندنا. عندنا الاراضي الفاضيه دي ليه؟ استغل النوادي بتاعتك، استغل الاصول بتاعت النقابه، كل الفلوس دي كلها هتعود علينا. انا عايز مرشح قوي يفيد الناس، ما تفضلش تدعي على الناس الاعضاء مجلس الاعضاء وتدعي على النقابه تقول لك اليوم اللي انا دخلت فيه النقابه او دخلت فيه الزراعه ليه كده، ونوصل الناس لكده ليه، ما نديش ناس حقها؟ الناس دي مش لها حق عليك. طيب خلينا نقول النهارده انا كمان النهارده كمشاهد محتاج اعرف المهندس الزراعي، بما انه النهارده بنتكلم عن حقوقه وعن واجباته وعن دوره المهم جدا المنوط به، وخصوصا احنا دخلنا في كلام عن النقابه والانتخابات القادمه ان شاء الله اللي هنبقى بصدد ليها في شهر 11. اعتقد دي هتبقى بارقه امل لناس كتير قوي، يعني ان يبقى في النهارده وجوه جديده في يعني محتاجين يبقى فيها بعض الخلفيات الاقتصاديه والاستثماريه اللي تقدر النهارده تطلع يعني خدمات اكتر للمهندس الزراعي وتفيده بشكل كبير. تمام. لكن لو اتكلمنا كمان النهارده عن يعني المهندس الزراعي على ارض الواقع، خصوصا احنا بنتكلم عن كتير جدا المشاريع اللي طرحت من طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي. تمام. غير المليون ونص فدان، شفنا 100 ألف صوبه،
شفنا مزارع سمكية زي غاليون زي غيرها كتير جدا النهاردة عادت بالفائدة على والنفع على القطاع كبير جدا من الفلاحين وال يعني السادة المزارعين. كلمنا عن المهندس الزراعي يبقى دوره عامل ازاي في هذه المشاريع الضخمة اللي احنا بصدد ليها الفترة الجاية. تمام، احنا اتفقنا ان المهندس الزراعي عشان بعد ما حصل له عملية الاعداد تم اعداده بشكل جيد واصبح ان هو جاهز للعمل، مفروض بقى مفروض ان يجي دور الدولة، مش دور النقابة، دور الدولة. هي النقابة مفروض ان هي اللي تجري ورا الدولة، يعني مفروض النقابة احنا لينا مفروض ان احنا زي ما كناش احنا ناخد اراضي كنقابة زراعية، ما كناش احنا ناخد اراضي ونقدر نديها ونساعد المهندس الزراعي. احنا خلاص في كوادر جاهزة، يبقى مفروض ان النقابة بتجري، ده الجمعيات اللي هي الفردية الاهلية ديت بتجري تجيب اراضي، بتجري تجيب اراضي الناس، بتجري يعني حضرتك يعني انا عضو مجلس ادارة رابطة خريجي زراعة القاهرة ورئيس لجنة العلاقات العامة فيها. احنا عندنا الرابطة، يمكن انت حضرتك تطرقت بحاجة جميلة قوي، دور الكلية. لا، كلية الزراعة، كلية الزراعة دورها مهم جدا 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 في الإعداد الكادر المهندس الزراعي، لأن فعلا بيتم زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، فعلا بيتم التدريب عندنا في الأقسام، كل الأقسام عندنا في الكلية بي 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 يعني بياخدوهم، يعني مثلا قسم الصناعات الغذائية بيبقى فيه بيتفقوا مع شركات كبيرة ان هم بياخدوا المجاميع من المهندسين دي بيروحوا يتدربوا في الشركة لمدة معينة وهكذا بيتكسب الخبرة، وده يحلق يعني يخلق روح المنافسة عند الطلبة النهاردة اللي يبقى مؤهل ان يروح يتدرب في شركات دي ان هو طالب بالزبط. فيبقى في النهاردة في كوادر بتخرج لنا متفوقة جدا دراسيا يعني. ففعلا احنا عندنا عميد كلية عميد نشط جدا جدا جدا، وده من ضمن الناس اللي فعلا انا مش عايز انسى حد. احنا يعني انا هتكلم على كلية الزراعة جامعة القاهرة، كلية نشطة جدا بتحب ابنائها، ما بتسيبش حد بصراحة. أنا أتمنى النقابة، يعني أنا إحنا في رابطة، الرابطة بتاعتنا دي رابطة صغيرة، على بنقدر إزاي نجيب مستثمر، بنقدر إزاي الناس ديت بيشتركوا عندنا وبيساهموا وبيساعدوا في الحالات الاجتماعية البسيطة، لكن النقابة دي أم كبيرة، مفروض إن هي اللي تبقى هي اللي تقوم بالدور ده، تشوف المستثمرين، تشوف ازاي تجيب اراضي، حتى هتساعد بيها مهندسين كتير. كلمه اخيره بقى، امنياتكم للمهندس الزراعي، خلينا بنقول للمهندس الزراعي اخرج في الانتخابات، انتخابات نقابه الزراعيين، وقول رايك وشارك، ولازم ان يكون رايي في النقابه، النقابه دي بتاعتك وما تسيبهاش وما تقولش لا انا ماليش دعوه وتسيبها للناس الحلو الوحش وتنتخب اي حد، لا لازم ان يكون لك راي، وخليك مع الدولة وخليك مع سيادة الرئيس ونسنده ايد بايد. المرحلة اللي جاية محتاجة كل الزراعيين، وبنقول لسيادة الرئيس احنا ابنائك الزراعيين المهندسين الزراعيين والفنيين الزراعيين، ايدنا في ايدك في اي حاجة ومعاك، والدولة كلها معاك وتحت امر فعال معاك، وربنا يسدد خطاك، ودحيا مصر دحيا مصر، وربنا يوفقك. طبعا يعني مش هضيف كتير على اللي قاله الباشمهندس اشرف، لكن فعلا المهندس الزراعي لازم يكون قوي، لازم فعلا ما يسيبش حق من حقوقه، لازم يجري ورا حقوقه، لان انت ليك حقوق وللاسف ما عندكش الخطوه ان انت تجري، لا اجري ورا حقوقك. وفعلا في انتخابات جايه لازم تبقى جاهز ليها، ولازم تعد نفسك ليها كويس عشان تختار المناسب. هو للاسف في مثل عندنا بيقول الانتخابات يعني معظما ما بيفرسي الاصلح. خلينا عندنا امل في ربنا كبير، وانه التفاؤل وحسن الظن بالله ده يعني من افضل العبادات. بشكر المهندس الزراعي احمد حسن عضو نقابه المهن الزراعيه، نورتنا يا فندم، شرفنا بوجودك. كمان شكرا. بشكر المهندس الزراعي اشرف الطماني عضو نقابه المهن الزراعيه، نورتنا يا فندم وشرفنا بوجودكم. ويعني عندنا طبعا كل يعني الامل، طبعا يبقى عندنا طبعا كادر كبير جدا من المهندس الزراعي، مهندسين زراعيين اللي بيقوموا بدور مهم جدا زي ما اتكلمنا عنه النهارده، وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق الفتره القادمه والانتخابات القادمه كمان. لسه معانا فقرات اخرى، انتظرونا الفقره القادمه مع زميلي عاصم.